شركة سون الغاز تشهر صيف الحجاج رسميا ضد المتخلفين والمتهربين من تسديد ديونهم، فقد بشرت حملة واسعة عبر مختلف مديرياتها عبر الوطن من أجل تحصيل الديون التي تقدر بأكثر من 64 مليار دينار. هذا المبلغ الضخم الذي أضحى يعرقل تطور هذه المؤسسة وكذا تجسيد مشاريعها. سون الغاز تسدد على مستوى التوزيع والكهرباء اي سادي سي المومون دو برون لا ديسيزيون باسكو تو لي ريسبونسابل لو بريمي ريسبونسابل سون الغاز لا بريس لا ديسيزيون تاع لا دانيير فوا لا بريس لا ديسيزيون بور بروند لا كوبور سادي اون فان لاني فان لاني باسكو توت لي ديريكسيون اكتيالمون ماشي غير حنا بولورين وبلوزداد وقليعاب ومرداس كنت اون ديفيسيتير. سون الغاز التي وجدت نفسها أمام وضعية مستعصية تهددها بخطر الإفلاس، خصوصا في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه الجزائر اقتصاديا وماليا. هذه المعطيات فرضت عليها التوجه نحو الزبائن لتحصيل الديون، سواء كانوا أفرادا عاديين أو مؤسسات عمومية وإدارية وحكومية. فهؤلاء جميع المهددون بحرمانهم من التيار الكهربائي وحتى المتابعة القضائية. Parce que عندنا deux qualités à l'école, deux qualités à la Cooper, عندنا FSN, tout ce qui est les administrations, les hôpitaux, etc. Ou عندنا les abonnés, ce qu'on appelle les abonnés ordinaires. On essaie de prendre un bateau, c'est-à-dire l'ordre du Cooper, on y voit le Moustawa al-Wakala. Ou la Majesh, عندنا une deuxième procédure, un bateau, une maison de mer, ou la Majesh, automatiquement, le juriste, avec le directeur d'agence, et tout ce qui est un groupe de travail au niveau de l'agence, c'est-à-dire avec chargé client, avec le chargé vente, et le responsable d'agence, et avec le responsable juriste, il prend, c'est-à-dire qu'il y a une commission d'achat à la Moustawa al-Wakala, il essaie le maximum du directeur d'agence, il prend cette décision. على لاكوبر ديالو ولا على الملف ويتندى على مستوى المحكمة القضائية المعنية لها. إذن ديون غير محصلة أدخلت سون الغاز في حالة لا توازن مالي وأثرت بالمقابل على استثماراتها ومشاريعها التطويرية، ما جعلها تبحث بأي طريقة عن موارد مالية عاجلة.